بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحر على السواحل الشرقية. وبالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون مايل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي شبورة مائية خفيفة الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. بالليل هيكون في نشاط الرياح على بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة شوية. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس بتنضم لنا على تليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. طمنينا على أخبار الطقس النهاردة. احنا بالفعل اليوم بيستمر ارتفاع درجات الحرارة على اغلب انحاء الجمهورية. درجة الحرارة تعتبر اعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5 لـ6 درجات، لان زي ما بنقول الكتل الهوائية معظمها قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، فبتؤدي لارتفاع درجات الحرارة واحساسنا بالاجواء شديدة الحرارة الرطبة خلال فترات النهار على اغلب مناطق الجمهورية مع زيادة فترات سطوع اشعة الشمس. خلال فترات المساء ودخول ساعات المغرب هيكون في نشاط للرياح، نشاط الرياح ده بيستمر كمان حتى الساعات الاولى من الليل والصباح الباكر، بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه ويخلينا نحس باعتدال الاجواء خلال فترات المساء وفترات الليل. الاعتدال ده بيكون على اغلب مناطق الجمهوريه خاصه المناطق الشماليه، الاجواء بتكون عليها خلال فترات الليل معتدله تماما، اما المناطق الجنوبيه جنوب الصعيد وجنوب سيناء الاجواء عليها فترات الليل بتكون مائله للحراره. ارتفاع درجات الحراره ده هيستمر معانا الى يوم الاحد القادم على اغلب الانحاء. يمكن المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط متوقع ان هي تنخفض تدريجيا من يوم الاحد، لكن اغلب مناطق الجمهوريه هيحصل عليها انخفاض في درجات الحراره ان شاء الله من يوم الاثنين اللي جاي. متوقع العظمى على القاهره الكبرى تنخفض وتوصل ل 33 درجه مئويه، تدريجيا التوزيعات الضغطيه تبدا تختلف عن الايام دي ونبدا نحس بالاجواء الخريفيه. ايضا مستمر معانا تكون لشبوره مائية خفيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. طيب هل ارتفاع نسبة الرطوبة المستمر معنا لحد يوم الحد ده في موجات أخرى ممكن نتأثر بيها خلال فترة الخريف اللي احنا بنعيش فيه؟ طبعا ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة ولا لسه؟ طبعا وارد جدا، لان دايما احنا بنقول ان فصل الخريف من الفصول الانتقاليه اللي بتاخد بعض السمات القبليه والبعديه للفصول، يعني فصل الخريف في النص الاول بياخد بعض سمات فصل الصيف، فوارد جدا تتكرر موجات ارتفاع في درجات الحراره خلال شهر اكتوبر ويمكن كمان تستمر لشهر نص شهر 11 تقريبا، فوارد جدا تتكرر موجات ارتفاع في درجات الحراره، لكن مش هتكون بالصوره الكبيره لان معدلات درجات الحراره خلال الشهر هتنخفض باذن الله. طيب بالنسبه لمعدلات الرطوبه مستمره معانا مع ارتفاع درجات الحراره ولا ممكن تقل شويه يعني لحد الشهر اللي جاي او اللي بعده؟ لا، هو تدريجيا نسب الرطوبة هتنخفض، يمكن هي نسب الرطوبة في شهر 9 انخفضت بشكل كبير عن شهر 8، لكن لسه نسب الرطوبة موجودة في الجو، وإن شاء الله كمان تدريجيا نسب الرطوبة هتنخفض، لأن التوزيعات الضغطية مش هتساعد على الإحساس بنسب الرطوبة زي وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على وجود السحب، فنسب الرطوبة بترتفع في طبقات الجو العليا أو وجود نشاط رياح هيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة، ففي عدة عوامل في التوزيعات الضغطية إن شاء الله في شهر 10 هتخلينا ما نحسش بارتفاع نسب الرطوبة. لكن هو دايما الخريف معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، فمهم جدا ان احنا نتابع النشرات الجوية بصورة يومية، لان دايما بيبقى في تذبذب في درجات الحرارة بين فترات النهار وفترات الليل في اليوم الواحد ودايما كمان في الاسبوع الواحد. مهم كمان مع بداية الدراسة في الاسبوع اللي جاي نتابع النشرات الجوية عشان نعرف نختار نوعية الملابس بشكل جيد، عشان يعني لا قدر الله ما نصابش بنزلات البرد، لان احنا هنلاحظ التذبذب في درجات الحرارة على مدار الاسبوع القادم إن شاء الله. مشكورك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي خلونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. نبدأ بالقاهرة، العظمى فيها 36 أو الصغرى 25، العاصمة الإدارية 36 25، اسكندرية 35 24، العلمين الجديدة 35 24، كمان مطروح العظمى فيها 34 والصغرى 23، دمياط 33 24، بورسعيد 32 24، الإسماعيلية 37 23.
السويس العظمى فيها 36 والصغرى 24، العريش 32-24، كاترين 32-18، طابة 35-24، حلايب 32-26، شلاتين 37-27، شرم الشيخ 38-28، والغردقة 37-27. الفيوم العظمى فيها 37 والصغرى 23، بني سويف 38-23، الوادي الجديد 43-28، أسيوط 40-24، سوهاج 41-25، قنا 42-26، الأقصر 41-26، أسوان 42 والصغرى فيها 26. وكده عرفنا درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونروح نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع أحمد وجمانة. نشكرك يا لمية، شكرا جزيلا.